العاصمة بيتلخص فيها تراث البلد وثقافتها وتاريخها وناسها. القاهرة العاصمة الجميلة من أقدم المدن، فانطبعت على مبانيها وأراضيها الأحداث فأصبحت مدينة تاريخية وتراثية وثقافية. لكن الزمن بيمر وشوية بشوية بيستخبى جمال القاهرة ورا الزحام والتكدس، فكان لابد من البحث عن حل قبل ما تختفي القاهرة بتكدس ناسها في مساحة دائت عليهم. مصر أوسع من إننا كلنا نعيش في جزء صغير منها. فخرجنا من قلب الزحام علشان نوسع العاصمة بامتداد شريان منها بيتحرك لأرض جديدة تتعمر بالناس والبنى علشان تصبح العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان بتتسع ل 6.5 مليون نسمة. قربها من مدن القناة بيأكد موقعها الاستراتيجي. 40% مساحة المدينة للسكان وللحياة. نصيب الفرد من المسطحات الخضراء 15 متر مربع. 70% من أسطح المباني مغطاة بوحدات الطاقة الشمسية. 30% من مساحة المدينة بتخدم قطاع المال والأعمال. 40% من شبكة الطرق خصصت للمشاة والدراجات، وتوفير جميع المواصلات لجميع فئات المجتمع. مساحات المدينة بالكامل مغطاة بشبكة معلومات عالمية. عشرين حي سكني تنوعت في الكثافة السكانية، فيها سكن لكل الفئات. بدأت المرحلة الأولى منها بأربعين ألف فدان بتضم مجموعة من الأحياء السكنية والحي الحكومي، مدينة الثقافة والفنون، منطقة الأعمال المركزية، حي السفارات، النهر الأخضر والمطار. وتم البدء في تنفيذ أول حي سكني على مساحة ألف فدان. بيضم حوالي 25 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذهم. سكن لكل المصريين كامل المرافق وفي خدمات عامة. بالإضافة إلى بدء العمل في تنفيذ الحي السكني R2. الحي الحكومي منطقة للوزارات والهيئات الحكومية، تفعل فيها تطبيقات الحكومة الإلكترونية لرفع كفائتها لتغطية كافة المعاملات الحكومية. بروح العصر وأصالة الماضي اتصمم معمارها. مكتب خدمة واحد لكل الوزارات. مدينة الثقافة والفنون. مدينة الثقافة والفنون اتصممت بشكل متطور بتضم الأوبرا، مزار سياحي عالمي لكل عاشق للفن في العالم، ومسارح وقاعات سينما. منطقة الأعمال المركزية، تم التعاقد على بدء تنفيذ منطقة الأعمال المركزية اللي بتضم 20 برج يتوسطهم أعلى برج في أفريقيا. النهر الأخضر. النهر الأخضر نهر من الشجر والزرع، بيتفرع في أنحاء العاصمة
بمنظره الخلاب، فتصبح بيئة نظيفة خالية من العوادم. فندق الماسة على مساحة 10 أفدنة تم افتتاح أولى المشروعات داخل العاصمة، بيضم منتجع سياحي وبحيرة، قاعة مؤتمرات، مسجد ومول تجاري كبير. سيتم إنشاء مجموعة من الجامعات الدولية بالإضافة للمدينة الرياضية. المطار، مطار دولي على مساحة 33 كيلومتر مربع، بيسهل الحركة لكل السفراء والمستثمرين والزائرين من الخارج. وتم بناء مسجد داخل المطار. شبكة الطرق الرئيسية، العاصمة الإدارية مربوطة بشبكة من الطرق الرئيسية تبلغ 650 كيلومتر. طرق متسعة تم تمهيدها على حسب الكثافة السكانية للعاصمة لتفادي الزحام والتكدس المروري، مع وجود طرق للمشاة تمنع التقاطع مع طرق السيارات. شبكات المرافق اتأسست بشبكات بنية تحتية متكاملة وعصرية وبأحدث التقنيات العالمية، والأول مرة في مصر شبكات المرافق داخل أنفاق من مياه وكهرباء واتصالات لتسهيل عملية أي صيانة في أي وقت من غير حفر أو إزعاج. سيمنز، محطات الكهرباء بتقوم بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية، المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، تعمل بنظام التبريد الهوائي باستخدام 12 مروحة عملاقة، مع وجود مبنى تحكم بأحدث تقنية عالمية. الجامع والكاتدرائية، الجامع والكاتدرائية بتتبني بأيادي المصريين لترديد أصوات الصلاة والدعاء والسلام. أفواج من العمال كل يوم بتتحرك، 2 مليون من الأيدي العاملة المصرية بتبني عالم جديد، عالم بيتبني بجهد المصريين لتتسع رقعة مصر السكنية. وكل ساعة وكل لحظة بيتحقق جزء من اللي تخطط له، ليشهد على أحلام المصريين الكبيرة اللي بتتحقق على أرض الواقع. العاصمة الإدارية الجديدة، مستقبل مصر.